وسعيد، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من صباحيه دوزان. فيها حاضره ومشرفنا السيده او الشيف فوزيا جبري اللي هي سفيره من سفراء الثقافه والضيافه المغربيه، باش تكلمنا على مسارها وتجربتها خارج ارض الوطن. فقره الصحه العامه حاضره معنا الدكتوره مريم الشيخاوي اللي غتكلموا معها على فوبيا طبيب الاسنان، واخيرا مصممه ساره الزروالي هي ضيفه ليلى حجيوي فقره الخفتان ديال صباحيه دوزان. الكل بعد الفقره، فقره حق القانون والاستاذه خديجه الروقاني، مرحبا بكم معنا. وفي فقره الحق والقانون غادي نتوقفوا اليوم على عنوان، العنوان ديال صله الرحم، العنوان ديال الام الحاضنه. بغينا نعرفوا في حاله تغييره ما الواجب فعله، واش هذا الشيء يعني يقدر يؤدي الى لاسقاط الحضانه عند الام الى غيرات العنوان ديالها؟ الجواب طبعا عند المستشاره القانونيه ديالنا الاستاذه خديجه الروقاني. السلام عليكم. السلام عليكم سميره. هذا الموضوع هو واحد الجزئيه في الموضوع المتعلق بصفه عامه بالحضانه وبصله الرحم في مدونه الاسره، ولكنه مهم جدا سميره، لان الحضانه حق اساسي ديال الام. طبعا الا ما توفرتش فيها الشروط، او الله يحفظ ماتت ولا ما تنتصات في قواها العقليه ولا شي حاجه، تنتقل الى الاب، ومن الاب كتمشي للام ديال الام، يعني الجده من الام، ومن بعد احد الاقارب الى غير ذلك. بالنسبه للزياره، الحق ديال الزياره، وهنا كنتكلموا ملي ما كتكونش علاقه زوجيه، يعني كيكون ديجا كاين طلاق، كيكون كاين طلاق. هاد المسألة ديال صلة الرحم أو مثلا الزيارة، إما كيتفقوا عليها وإما كتكون في الحكم، يعني المحكمة كتحكم. ملي كتحكم مثلا في دعوة ديال تطليق الشقاق، أو مثلا دعوة ديال طلاق رجعي، ولا مثلا طلاق اتفاقي، وكتحدد مثلا صلة الرحم، كتحدد القانون ينص على أن كيتحدد النهار ولا مثلا الويكاند السبت والحد ولا هذا، يعني بالنهار وبالساعة والمكان، وهذاك المكان هو العنوان ديال الام اللي في ديك الدعوه. مثلا هي ملي كدير الدعوه راه كدير واحد العنوان ديالها، راه داك العنوان هو ديال صله الرحم. او مثلا ملي كيدير الزوج الدعوه وكيدير لها هي عنوان، خصها تعرف بان داك العنوان هو ديال صله الرحم. ولكن شنو كيوقع في الواقع؟ يا اما هو كيكون داك العنوان صحيح وهي من بعد كتبدلو، مثلا كتكون كاريه كيسهل على الله، كتشري شي سكن او كتنتقل لمدينه اخرى ولا شي حاجه، وما كتنتهبهش لهذه المساله. كاينه حاله اخرى، مثلا الا كان الزوج هو اللي دار دعوه ديال الطلاق ولا التطليق، كيقدر يدير عنوان ماشي ديالها، مثلا ديال عائلتها، ديال شي عنوان كان عندها قديم وما كتنتبهش. وكاينه واحد الحاله، حاله اخرى اللي وقعت وكثيرا ما تقع، مثلا ملي كيمشي كتمشي مثلا هذيك الزوجه دير دعوه ديال التطليق، او مثلا كيكون كينوب عليها دفاع ولا هذا، شنو كيديروا؟ عاده كيمشيو تلقائيه العقد ديال الزواج، كيكون في عنوان ديال الزوجين غالبا، كيديروا ذاك العنوان. لا هما هذاك العنوان، لا هذاك العنوان، لا العنوان اللي في عقد الزواج اصلا كيكون ماشي هو بيد الزوجيه، كيقدر يكون عنوان ديالها شخصي ولا ديال الوالدين ديالها ولا، وما كتنتبهش، ما كتنتبهش. اذا ملي كيجي الاب اللي عنده صله الرحم كيمشي للعنوان اللي في الحكم، ويقدر يستغل هذه القضيه باش يتحايل على القانون. تماما. ملي كيكون سوء النيه، لان مدونه الاسره على الاقل جوج مرات كتكلم على التحايل في تنفيذ المقتضيات المتعلقه بالزياره في الحكم، سواء في الحكم سواء جاء بناء على اتفاق او مثلا المحكمه هي اللي قررت ذلك. يعني جوج المواد في مدونه الاسره كتكلم 182 و184 من مدونه الاسره. وشنو كتعتبر، شنو كيتعتبر؟ كيتعتبر تحايل على صله الرحم وعلى نظام ديال صله الرحم ديال الزياره، والتحايل من اسباب سقوط الحضانه. اذا هنا كتولي كتلقى ديك الام الحاضنه راسها قدام المحكمه مجبره باش تثبت بزز منها، تثبت بان راه ما كانش القصد ديالها التحايل، ما كانش القصد ديالها انها التحايل. صحيح ان التنقل حق من حقوق الانسان وحق دستوري كاين حتى في الدستور، ولكن خاصة ولكن القانون كيقول لك راعي المصلحه الفضله ديال الطفل، راعي الظروف ديال الابوين، راعي وهذه المساله ديال الزياره، وبان المحكمه موجوده
كتقدر حتى في اطار دعوه استعجاليه كنديروا دعوه ديال تغيير تعديل النظام ديال صله الرحم ديال الزياره، لان ما بقاش ملائم، اما لان بدلات العنوان او لان ولات بعيده او انها قربات او ان الاطفال كبروا ممكن انهم يدوزوا مع الاب يعني وقت اكثر من داك الشيء اللي تعطى. فملي كتكون سوء النيه سميره شنو كيوقع؟ كيقدر هذاك الاب اللي عنده الحق في صله الرحم بالابناء ديالو وطبعا حق ديال الاطفال وهو راه حق واجب في نفس الوقت هو على الاب، واخا كاين اللي كيتحاربوا بهذا الشيء وكيديروا به الشونطاج يعني الابتزاز، مي هذا ماشي موضوعنا. الا كان سيء النيه كيعرف غيرت العنوان ومع ذلك كيمشي كينفذ حق ديالو في الزياره، كيمشي كينفذوا ذاك العنوان، المفوض القضائي كينجز له واحد المحضر بانه ما لقاهاش في ذاك العنوان، انتقالات ولا غيارات ولا غير معروفه بالعنوان، كيدير محضر يعاود ثاني يمشي مره اخرى يدير محضر، يدير واحد جوج ثلاثه ديال المحاضر يعني سقط على الحضانه، جوج ثلاثه المحاضر كيمشي للمحكمه كيدير دعوه ديال اسقاط الحضانه. علاش؟ تحايل، تحايل على المقتضيات المتعلقه. يعني القضاء تعرف بانه تحايل ما تيخفاش عليه زعما هاد الانواع ديال التحايل، ولكن باش غيعرف القضاء محايد عنده راي وعنده راي، عنده راي اللي كيقول لك انا حسن النيه وكذا وانا مشيت وانا ما عارفش قانون لا يحمي المغفلين وهي اللي يعني دارتها بالعاني وهي اللي غيرت العنوان وهي اللي بغات تحرمني. السيده الاخرى كتقول السيده خاصها تكون اولا السيد خاصهم يكونوا واعيين بهذه القضيه. دابا اكثر من ذلك سميره نقول لك في اطار سوء النيه ولكن هادشي كتاخذوا المحكمه بعين الاعتبار، هو انه خص المراه تكون كتعرف الدافع على الحقوق ديالها، تعرف كيفاش يكون الدفاع على مستوى المحكمه. كاين اللي ما كيخلصش النفقه، تصوري ما كيخلصش النفقه وما حاضر امتناع على تنفيذ النفقه وعارفها، ما كاينه حالات، كاينه في الحالات في القضاء ومع ذلك عارفه ما بقاتش في ذاك العنوان وتحتال عليها بهذاك العنوان الاخر، وكاين حالات هذاك العنوان مثلا تنقل بحسن نيه، مثلا كتبات عند كاتب عمومي ولا شي حد المقال ديالها وقال لها عطيني الرسم ديال الزواج عقد زواج ونقل هذاك العنوان بلا ما يسولها، وهذاك العنوان راه هي ربما من 10 سنين ولا 15 عام ولا 6 سنين ما بقاتش فيه وعائلتها ما بقاتش فيه انتقلات منه، ويستغل هذه الثغره بسوء نيه. ولكن القضاء كاين لان مثلا ما غاديش يجي بسهوله واحد الحق قانوني وانساني وغريزي وكل شيء غادي يسقطوا على الام هكذا بسهوله، لان المحكمه كدير بحث، كتقدر تدخل المساعده الاجتماعيه في هذا الشيء، كتقدر تستمع للمحضونين، يعني المحكمه صراحه كدير مجهود في هذا الشيء ديال الحضانه. اذا هي خاصها تثبت بان ودي راه بحسن نيه هذا العنوان، بحسن نيه هذا العنوان تنقل من هنا، ومثلا هذا السيد علاش عنده سيء النيه؟ مثلا انا راه العنوان ديالي ديال دابا مثلا فيتستعملوا في شي مسطرة اخرى، شي مذكرة، شي مقال، وعرف ان العنوان اللي مكتوب ديال الاباء ديالي مثلا سبق وبحث لي على شهادات الملكيه خداها، سبق تلاقى معايا، يعني شيء من هذا القبيل، يعني ان الدافع على راسها بانه راه ما كاينش تحايل وبان هذيك الدعوه يعني لا اساس لها وبانها راه تمت بسوء نيه وبان يعني شروط استحقاق الحضانه ربما ما كتوفرش فيه هو، من ضمنها مثلا اما ما تيخلصش النفقه واما انه ما يعني القضاء واخا ما كانش يخلص النفقه وتحايل على القانون باش يسقط الحضانه يعني وحسب تتحقق عليه هذا الطلب، حسب مثلا ديك الام واش مثلا مشات نفذات هذيك النفقه وعندها ما يفيد على انه امتنع ولا لا، فهمتي؟ ولكن الا كانت دارت وجابت ما يفيد جابت ما يفيد، المحكمة خاصها تاخذ بعين الاعتبار، لأن النفقة من واجبات ديال الأب، وأصلا أنت واجبات ديالك تجاه هذاك الطفل ما كديرهاش، أحيانا كيكون كيقرا مثلا في البريفي، في التعليم الخصوصي، وكيدافع في مذكراته على أن ما عندوش إمكانيات باش يخلص ليه، وما يخلصش النفقة، وكان ضد أن ولده يقرا في البريفي، ويستغل لك هذا الشيء، وكاين اللي علاش كيديرها؟ هو راه ما باغيش لك الحضانه وما قادش عليها غريكس. والدليل ما كيخلص لا مدرسه لا نفقه ولا محزنون، ما كيتابعوا ما يمشي مع عند الطبيب ما يربيه ما يشوف شنو به ما حتى شي حاجه، ومع ذلك كيجي مثلا وكيطلب هاد الاسقاط ديال الحضانه. ولكن كيف ما قلت لك هادشي كله كتاخذوا المحكمه بعين الاعتبار، كيفاش ان انت ما حاضرش
ولكن شوف الحياه ديال ولدك وباغي الحضانه. دابا 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 النساء وخاصه حنا كنتكلموا على النساء العاديات صعيب تعرف هذا الشيء وديرو بوحدها، يعني خصنا نكونوا واقعيين وواقعيات. ولهذا توجه للجمعيات النسائيه وطلب استشارات قانونيه. وبالاضافه للجمعيات كاين ناس يعني محامين ومحاميات اللي كلهم تبارك الله عليهم راه اكفاء وكفئات يعني في هذا المجال، وكاين اللي يعني يعني ريزون داتر ديال طبعا كاين بزاف الجهات اللي ممكن ان تمشي لها، سواء ان تطلب استشاره او انها تدير دفاع اللي ممكن انه يساعدها في هذا الشيء، لان احيانا كيكون صعيب عليها تعرف مسائل القانون. حنا علاش كنقولوا هذا الشيء يا سميره؟ وعلاش كنقترحوا هذه المواضيع؟ يعني راه هي ماشي طرف فكري، ولكن صراحه انا استقيها من الواقع ديال المحاكم، لان كنشوف في الدعاوى ديال اسقاط الحضانه واحد النسبه لا يستهان بها بانها جاي من سوء النيه، واحيانا كتكون وسيله لابتزاز هذيك الام باش انها تنازل على ديك النفقه اللي محكوم بها. سقطت عليك الحضانه وعندي الحكم، بغيتي يبقاو عندك دوك الوليدات واجي تنازلي على ديك النفقه. تتولي وسيله الوليدات وسيله ديال الابتزاز. شكرا لك استاذه خديجه روكاني، نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله. ادعوك للحظه تعرفي معنا على الشاف فوزيه جبالي، جاتنا من لندن، هي تعتبرها سفيره من السفراء ديال الثقافه المغربيه وديال الكرم المغربي. غادي نتعرفوا عليها اللحظه. هي في الحقيقه شنو نقول لك، هي كتبتسم وكيجيني كاع الفضاء اللي كيحيط بها حتى هو يبتسم معها. باش نتعرفوا عليها حبايبي. لالا فوزية نهار كبير هذا، مرحبا بك في بلاتو صباحية دوزام، جيتي أنيقة وغزالة صلاة على النبي الزين المغربي، أهلا بك. الله يحفظك ليا أختي سميرة. كي خليتي لندن؟ غزالة، أغي الشميشة شوية. ياك ما كايناش، ما كاين بحال الشميشة في المغرب ياك. مرة نهار كطلع علينا الشمس نهارنا كبير. الحمد لله. كيف دايرين المغاربة ديال إنجلترا وديال لندن؟ كلهم بخير وعلى خير. الحمد لله. أنا تنعرف بأنك شاف وانك عندك موقع تواصل اجتماعي اللي ما شاء الله ماشي نشيطه فيه بزاف، لعل الحاجه اللي تتميزك كثير الشيف فوزية جبالي هي ان هي العفويه ديالك والابتسامه ديالك والبساطه ديالك. المهنه ديالك اولا شنو هي؟ انا الشيف فوزية، الناس اللي تيعرفني واحد السيده بسيطه متبعه الطياب ديال الوالده ديالي، ما واخداش الطياب كدبلوم او لا كقرايه. الوالده مني كانت كطيب، مني كانت صغيره كنت كنمشي دائما معها، هي كطيب للناس وانا لاصقه فيها. ورويتي عليها الفن ديال الطبخ. الحمد لله. يعني انت تعلمتي من عند الوالده ديالك. من عند الوالده ديالك. باش نفعك الطبخ المغربي التقليدي الاصيل ديال الوالده في الديار ديال انجلترا؟ هو الخبز ديالي، هو المعيشه ديالي. يعني اللي يحتاج شي شهيوه مغربيه. الحمد لله يتواصل معايا. ما شاء الله راه كانت عندي ريستوران مغربيه معروفه في واحد المدينه تيقولوا لها ميلتون كينز، اللي ما شاء الله تعرفت في لندن، وتا تبارك الله لبنان عيطوا ليا كاذاعه كبيره ديال ام بي سي كشاف فوزية. والحمد لله بالبساطه بالديك الطياب البلدي المغربي الاصيل. مؤخرا شفتك تصوبي المسمن، كانت عندك شي كوموند ديال كوموند. يعني بواحد العافيه وواحد البساطه، طريقه بلديه وتصوري الناس يعني حتى الطريقه ديالك ديال الاسرار ديال التصواب ديال المسمن وديال الاطباق المغربيه. يعني هذا هو المصدر ديال العيش ديالك، وتتعيشي بكرامه الحمد لله. معيشه وليداتك معيشه حلالا طيبه الحمد لله. فخورين بك لاله فوزية وتبارك الله عليك. شنو علاقتك مع التراث المغربي الاصيل؟ لان من غير حبك وعشقك للطبخ المغربي والعفويه ديالك وهاد السهوله في التواصل مع المغاربه كانوا ولا الانجليز، شنو العلاقه ديالك مع التراث المغربي؟ حتى باش تجي عندي صباحيه دوزير ما شاء الله جيتي بقفطان مغربي اصيل متشبته بالتراث ديالك. كنحمق على بلادي وكنحمق على ولاد بلادي، وحتى فاش فكرت ندير حفله ما فكرتش كانها مدخول، فكرت في الجاليه من بعد كورونا، ان الناس بزاف الناس اللي تيعرفوا ان بريطانيا اكثر بلاد فيها الاكتئاب، ما فكرتش في المدخول. يعني حتى الثمن اللي درته رمزي، يقدر اي واحد يدخل يفرح ينشط. يعني انك تقومي كذلك بتنظيم حفلات مغربية. يعني تشدي عرس مغربي وتتحطي في لوندر. اي حاجه الحمد لله، تنظيم حفلات نتاع اي حاجه لي ستار. دابا تبارك الله وليت كنفكر ندير حتى معارض مغربيه، كنحاول نمشي لاي بلاصه. اللي انت سميره غتجي لهنا لندن او لا غتجي لاي بلاصه، لا خاصني نتفكر دار الضيافه نمشي لعندها. ما كنحاولش شي حاجه مغربيه تجيك انت غريبه،
كنحاول تكون كل شيء بسيط ليك، كل شيء قريب ليك. يعني واش كذلك ستلعبي دور ديال ممثله ديال الثقافه المغربيه؟ طبعا انت التعامل ديالك ماشي غير مع المغاربه، اكيد انا مغربيه في لندن تشهير البسطيله غادي نعيط للفوزيه قالوا بغيت بسطيله، ولكن واش الانجليز هما تيتعاملوا معك؟ عندي في الريستورا ديالي قبل كانت عندي 80% كاستمر انجليزي. زبنا كلهم 80% انجليز. وشنو يعني التجاوب ديالهم مع الاكل المغربي؟ انا نعطيك واحد السر للناس بزاف متبعيني في السوشيال ميديا، فاش فتحت ريستورا انا ما عنديش لغه انجليزيه، الحمد لله كنقولها، خديت الريستورا خديتها بدراعي. فاش بديت ما عنديش الكليان ما تنعرفش نهضر انجليزيه مزيان. لحد الان باقي ما تهضريش الانجليزيه؟ لا الحمد لله. دابا الحمد لله. شحال من عام دابا وانت في لونجليزي؟ سبع سنين واخا. ولكن فاش مشيت للانجليز انا خديت الخدمه، خديت تماره وليداتي يقراو، ولكن انا القرايه خديتها اش نقول لك كما تيقولوا علماتني، دربت تقاتلت مع اللغه. فاش حليت الريستورا مغربي هزيت صاكي فوق كتافي وهزيت المينو ديالي 40 وجبه أولا 30 وجبة درتها في واحد الصاك ومشيت للبنكات، مشيت للمحلات كاملين كنقول لهم سمحوا لي راه سميتي فوزية، عندي ريستورا في هذه البلاصة، واش ممكن تذوق الماكلة ديالي؟ وكنقولها بواحد الطريقة الناس تصدموا. تخيلي أختي سميرة 15 يوم جاتني ثلاثة ديال الكونترادات ما بين السبيطار وبنكة وهذيك البلاصة اندستريال. يعني أنت في الأول قدمتي لهم يذوقوا الماكلة ديالك، مشيتيش غير تتهضري، لا، ولكن تتعطيهم حتى الدليل. وخديتي عقود سينيتي عليهم؟ خديت عقود اللي كل نهار هذيك هي الدفعه ديالي اللي عرفتني على الناس بزاف. تيجي تيقول لك جلسي معايا في طابله تنقول له انا سبيكينغ، تيقول لي نو انا كيعجبني ماكلتك، انا فخور بك كماكله مغربيه. حيت الناس اللي تيعرفوني كنصوب العطريه خديتها من عند الوالده ديالي، كنصوب العطريه من عند الباكستان بحكم المغرب شويه باش نبقى ناخذ العطريه فريش، كنمشي لعند الهنود والباكستان ناخذ قعقل لا اي حاجه اللي كتميز المغرب وندقها على يديك يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه، ونصوب الحامض مصير، نصوب الخلي وندير الصف باش اللي جاي ياخذ ماكله مغربيه يلقى البهله، يلقى داك الشيء عروبي بلدي كما خديت من عند امي. انا ما ديش البريستيج والشوكولات، لا لا، انا دخلي عندي تلقاي الحامض مصير، تلقاي بطاطا، اي حاجه السمينه اي حاجه بلديه، حتى الزعفران، حتى الخرقوم عرق تندقوا، يعني كتلقى داك الشيء في القريعه ديال الكوفيتي. يعني مغربي الا مشى لندن وما يحش براسه، راه زائر يلقى كل شيء اللي بغى. واكيد كاين طلبه كثار في لندن، طلبه مغاربه تيجيو عندكم بزاف. كانت عندي حتى كليه كنت كنطيب لهم يوميا، والحمد لله هذا العام عندي عقد مع واحد الكليه غنطيب لهم يوميا. شنو رايك في الناس اللي تيقول لك تمشي للمهجر ولا ما كاين ما يدار؟ كاين ما يدار بالعكس، ياك خاص الانسان، وعندنا كنز في يدينا، حنا المغاربه عندنا كنز في يدينا، نستعملوا غير التراث ديالنا والثقافات ديالنا، لا كان الطبخ لا كان اللباس لا كان غير اللغه، كل شيء نقدروا نستعملوه باش نديروا مشاريع مديره للدخل. اي حاجه انا الحل بالاكسبيريونس ديالي اللي دوزت حتى حاجه ما تغلبهم. انا مشيت للانجليز عندي وليداتي صغار، ديت ولدي عنده 5 سنين وبنتي عندها 8 سنين، ما تنعرفش نهضر. نهار فاش دخلت نخدم قال لي ما كتعرفيش تهضري، هذه حاجه بغيت نشاركها مع الناس وانا كنهضر وفخوره الحمد لله. قال لي ما كتعرفيش تهضري، ما يمكنش ليا نخدمك، وانا عندي الصنعه ديال مي خاصني نوصل له الميساج. 3 ايام دخلت كنغسل الموان، نهار 4 ايام قال لي كتفهمي في الطياب، الشاف ديالو، قلت له اه. دخل صوبت له الميتبول، عطيتو الاسرار من الاسرار، الميتبول يعني الكويرات ديال الحب ديال الكفته، عطيته شويه دقيت له في المهراز وقول لي واش كتعرفي طيبي؟ قلت له اه ما تيقش الغدلين. قال لي شنو تقدري توجدي؟ قلت له لازانيا طاطا، حيت هو محل ايطالي. صوبت له بداك الشيء محترف بروفيسيونال ديال الخدمه، وقول لي قلتي الثمن اللي عطيتك غنبدلو لك، واش تقدري تكوني تساعدي الشاف؟ خدمت معاه الشاف جوج سيمانات، من بعد وليت انا الشاف، من بعد حليت المحل ديالي. يعني شي حاجه راه كل شيء كي قلتي الكنز المغربي راه في يدينا، ما تحشميش، ما تقوليش انا ما تنعرفش. بالنسبه لي انا ما كانش لغه حاجز، بالنسبه لي كان عندي دراعي، خدمت وبينت راسي مع اولادي من وليدات كبروا تبارك الله، تبارك الله 15 عام بنيته ديالي، ولدي دابا عنده 11 عام. وتعلمتي معهم اللغه اكيد، وحققت احلامي. يعني بالنسبه لي انا شي حوايج نخلي المتتبعين هما اللي يكتشفوهم ليا. يعني من وحده جات ما عندها والو، عندنا الله سبحانه وتعالى،
وشقيت طريقي بشويه 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 لان الوليدات ودائما بالابتسامه وبالعفويه وبالصراحه والطيبوبه ديال لاله فوزيه. انا من المتتبعات ديالك وفخوره فخوره بمغربيه مغربيه اللي خدمت اكتافها حتى وصلت وحققت الاحلام ديالها. وبك اليوم تنعطيو العبره والمثل لبزاف ديال السيدات استاذه اللي بغاو يشقوا الطريق ديالهم ويديروا اسم ديالهم كلشي في ارض الوطن او لا خارج ارض الوطن. تنشكرك بزاف وتنتمنى لك التوفيق وترجعي لنا ان شاء الله بمشاريع اخرى لتحقق شهاداتك وتكوني فيها سفيره ونعم السفيره للثقافه المغربيه. شكرا لك مره سميره وشكرا لك. انا اللي اتشرف بالمعرفه ديالك والى الملتقى ان شاء الله. وشكرا للطاقم كامل كان غزال ونهار كبير نورتينا وشكرا جيتي لنا من حضرتك. بقاو معنا مشاهدينا. بالنسبه للناس اللي تيخافوا يمشيوا عند طبيب أسنان أدعوكم لمتابعة الفقرة الجاية من صباحية الدزام. دكتورة مريم الشيخاوي مرحبا بك لاله. اهلا بك نورتينا في لاتو صباحية الدزام. اذا معك دكتورة الا سمحتي غادي نتكلموا على واحد المشكل اللي تعاني منه ماشي غير المغاربه بزاف الناس في العالم باسره ما تيمشيو تفرطوا في الصحه ديال السنان ديالهم. علاش؟ حيت تيخافوا من طبيب السنان. سميناها فوبيا ما عرفناش واش لو تيرم اكزاكت هو هذاك واش نيت تستاهل التسميه ديال فوبيا او لا. ولكن راه فريمون مشكل كبير تعاني منه ناس كبار بعقلهم ما تيقدروش يمشيو عند الطبيب. علاش؟ صافي اول حاجه كنشكرك سميره بزاف على الاستضافه الرائعه ديالك وعلى الاجواء الزوينه اللي عندكم هنا. الوغ اليوم كيف ما قلتي بغيت نتطرق لواحد الموضوع اللي ماشي غير المغاربه وانما الناس بصفه ككل كيعانيوا منه بزاف. الوغ باش كنعرفوا انه الانسان فاش كيمشي عند الطبيب جينيرالمون الى سوسي هذا الشيء بواحد التخوف، يعني كيكون كيمشي في راسه بانه راه غادي تخلع يا وسط من لاكت غادي تقصح اولا غادي تقصح من مور هذاك لاكت. فهذه واحد الحاجه اللي هي شائعه بزاف عند الناس. ولكن كاينين مالوغوزمون واحد الناس واحد الفئه ديال الناس اللي ما عندهاش واحد التخوف اللي هو عادي من عند طبيب الاسنان، لان التخوف لحد واحد المستوى تيبقى عادي واحد المستوى كيبقى طبيعي. كلنا كنخافوا لانه بحال اللي حنا عارفين فاش كتمشي عند طبيب الاسنان راه كتكا هو كيكون الفوق منك كتكون واحد لا بروكسيميتي ما بينك وما بين هذاك الباسون اللي جاي والاصوات الغريبه والرائحه الغريبه ديال الدواء ديال كل شيء يعني. ولا كافيتي بوكال كنعرفوا بان الفم واحد البلاصه اللي هي تري انتيم، يعني لو فات اننا نلقاو راسنا تحت من هذاك لو دونتيست اللي هو حالو كيشوف الناس ديناس هذه عادي انها تخلق واحد النوع ديال الخوف عند اي واحد. مالوغوزمون كاينين ناس واحد اخرين اللي ما كيدخلوش في الكاتيجوري ديال الخوف العادي من طبيب ديال الاسنان. كاين الناس اللي مالوغوزمون كتخلي راسها توصل لواحد الحالات اللي هي خايبه بزاف لواحد التدهور ديال الاسنان اللي ما عنده حتى شي مثيل. علاش؟ لانه عنده واحد الخوف زائد من طبيب ديال الاسنان اللي يمكن لنا دايوغ نسميوها لا فوبي دو ميدسان دونتيست. الوغ غير باش نشرح لك كاينين الناس اللي فاش كيعيط في الرونديفو كتحسوا بانه راه عنده واحد رعب وماشي غير خلعه، يعني كيعيط كيسول عفاك واش هذاك الطبيب ديال السنان غيتعامل معايا مزيان واش غادي نتقصح. هذه حالات كنعيشوها دو مانيير تري كوتيديان في الكابيني دونتير دو مانيير كوتيديان، يعني ماشي شي حاجه اللي غريبه ولا تقول واحد الحاله اكزاكتومون واحد الحاله اللي شائعه بزاف. الوغ اولا فاش كيجي يدخل عندنا هذاك الانسان حنايا بعدا قبل ما اننا نحاولوا نلقاو اون سوليسيون كيخصنا بعدا اون دو ديفينيغ شنو هو هذاك المشكل اللي عندك الانسان. بحال اللي قلتي سميره كاينين الناس اللي كيخافوا من لافيرونمون يعني الكابيني، كاين اللي كيخاف من السريحه، كاين اللي كيخاف من هذاك الصوت، كاين اللي كيخاف بواحد لانتيسيباسيون يعني ما فاهمش شنو غادي يدير، يعني من البنج غير تكا ديال البنج من تكا ديال البنج. يعني كاينين بزاف ديال الانواع ديال الخلعه. وحنا كاطباء الاسنان خاصنا اولا اول خطوه اللي نديرو انفير هذاك الباسون هو نتعرفوا على شنو هو هاد الخلعه اللي عند هذا الانسان. مثلا اكزاكتومون الوغ اول حاجه بعدا هي اننا خاصنا نعطيو الوقت الكافي للانسان. الميدسان دونتيست فاش كيمشي عنده الانسان راه ماشي غير باش يحل ليه فمو ويحيد ليه الحريق ولا يصوب ليه واحد الحاجه ديال الاستيتيك. ميدسان دونتيست خاصها تكون عنده واحد العلاقه وطيده بالباسون ديالو، خاصو يفهمو، خاصو يعرف اكزاكتومون يكون تواصل وثقه، يعني بحال دخل عند ام سيكولوج ديالو. واش كلشي الاطباء ديال الاسنان عندهم الوقت والطاقه والخاطر يديروا هذا الشيء؟ مالوغوزمون يعني في بعض الحالات في الواقع راه هذا هو اللي كيخلق هذه المشاكل بزاف. وانه مالوغوزمون ما غاديش نقولوا بانه كاع لي براتيسيان، ولكن كنلاحظوا انه شي مرات لي براتيسيان الله يهديهم كيدخلوا في واحد لاندستريالايزاسيون، يعني كيولي هذاك الباسون بحال اللي تقول عباره على واحد لا ماشين. يعني كيدوز كتلقاه كيبنج واحد الباسون في واحد الفوتوي، كيدوز يشوف باسون واحد اخر في هذاك الفوتوي. يعني كاين بزاف عندنا كيجيو عندنا في الكابينيت كيقول لك دكتوره عفاك انا راني جيت عندك علاش؟ لانني بغيت
شي واحد اللي يعطيني وقت، بغيت شي واحد اللي يفهمني، بغيت شي واحد اللي يرافقني، ما بغيتش غير شي واحد اللي يجي ويبنجني ويصوب لي هذيك الدرسه ويقول لي سير بسلامه عليك. دونك بحال اللي قلتي يعني اول حاجه اول خطوه هي اننا كنعطيو الوقت لهذاك لو باسيون، وبالتالي خصنا نقلبوا على طبيب الاسنان اللي نقدروا نلقاو معاه هاد العلاقه ديال الثقه وديال وهذا التفاهم كيما قلتي توتافي. دونك فباغ اكزومبل كيجي عندنا انسان كيقول لك انا عندي واحد الخلعه من الصوت ما كنستحملوش ما كنقدرش عليه، فاسمو لا كاين كلنا اون بروبوز الحمد لله دابا سكون ابل لا ميوزيكوثيرابي، يعني كنطلبوا من لو باسون يجيب معاه سون تيليفون يجيب معاه لي زيكوتور ديالو، الحاجه اللي هي بسيطه يعني وتحل المشكل يعني كنشرحوا له قبل شنو غادي نديروا شنو هي لا بروسيدور، كنقول ليه فوالا دير لي زيكوتور ديالك سمع لواحد لا ميوزيك اللي التو ديتان، واحد لا ميوزيك اللي كتعجبك اللي كتخليك تحس بواحد لا سانساسيون دو بيانيتر، يعني كيدير لي زيكوتور ديالي والحمد لله كنلقاو ان الناس اللي عندهم هاد التخوف فيدرناها ا بليزور بريز والله العظيم، وكتلقاي واحد لا سوليوسيون يعني فاش كيثاني كيثاني لو باسون كتلقى حتى واحد الفرحه على وجهه مصدوم كيقول لك الحمد لله راني تغلبت على هذه. باغ كونطخ كاينين نوع ديال الخلعه واحد اخر اللي مالوغوزمون كنلقاو هو لو بلو فريكون وهو الخوف اترافير ان موفي سوفينير سورتو عند الاطفال. الوغ مالوغوزمون كاينه واحد المشكل الكبير اللي كنعرفوه هو انه من غير اطباء الاسنان كاينين صانعين ديال الاسنان اللي سو بيرميت انهم كيديروا دي زاك دونتير، فكيجي عندك واحد الطفل اللي عنده مثلا 11 عام ولا 12 عام ولا كيجي عندك كاريمون ان ادولت كيقول لك انا كنكره الطبيب ديال الاسنان، انا هذاك الطبيب ديال الاسنان علاش؟ لانه انا فملي كنت صغير مشيت عند داوني والديا عند واحد السيد اللي ما هو حتى طبيب اولا اللي يمكن له يكون حتى هو اللي يمكن له يكون حتى طبيب وراه حيد ليا واحد الدرسه اكزاكتومون واحد التجربه قاسيه سيتي ان تروماتيزم كيف ما قلتي. دونك اوتوماتيكمون كيقول لك انا كتفوني كنت كنقول ليه راني كنحس وما تيقنيش كيقول لي راك غير كتصبو حط لاننا مالوغوزمون ماشي شفيه البنج ولا ماشي شفيه البنج حسيت بكلشي. دونك الطفل يعني كي اسوسي كيولي ان تروماتيزم كيرافقو حياته وعندو الاطباء كلهم ويا هذيك التجربه اكزاكتومون هذيك التجربه الوحيده كتولي جينيراليزي على جميع اطباء الاسنان وكيفاش ديروا التعامل مع هذا في حاله ما اذا تقتنع هذيك الشخص انه يجي عندكم لان غير باش يجي عندكم بعدا برافو عليك سميره بعدا اول واحد الحاجه يعني باش يقتنع انه يجي بشي مرات شو كيدير كيعيطوا بوغ لي رانديفو وكتحسوا كيانولي المره الاولى ويعاود الانولي يعني باش يجي بحال اللي تقول كياخذ الكوراج ديالو ا دوما و اي سو بريزونط في لو كابيني. دونك ملي كيدخل عندنا حنايا الكابيني دونتير اول حاجه بحال اللي شرحت لك هو الشرح، هو خصنا نصالحوه مع لو ميدسان دونتيست اول حاجه، يعني باغ اكزومبل هاد السيد ولا هاد السيده اللي عندهم بزاف ديال المشاكل ديال السنان لانهم كيف ما قلت لك كيخليو واحد لو ليسي علي لانهم كرهوا الطبيب ديال السنان كرهوا هذاك لانفيرونمون كي خصنا نصالحوهم، وباش نصالحوهم مع هادشي كي خصنا نمشيو خطوه بخطوه، يعني كنشرحوا لهم بانه راه لي سوا الحمد لله دابا كاينين بزاف ديال لي تكنيك اللي كيتستعملوا باش يلاه ما يبقاش هذاك الحريق، كنبداو بديزاكت اللي هما ساهلين ما غاديش نمشيو نبداو ليه نحيدوا له درسه العقل اولا نديروا ليه شي علاج ديال العصب اللي هو صعيب كنمشيو بشويه بشويه. في حاله ما اذا لو باسون واخا هكاك بقى ريزيستان وبقى هذيك الخوف عنده اصلا مرات يمكن لنا ندوزو اون بري ميديكاسيون، فمثلا كنقدروا نعطيو ادويه بحال دي برودوي اللي هما غولاكسون اللي كياخذوا لو باسون واحد نص ساعه ولا ساعه قبل من لاكت باش كيرتاح وكيقدر هذيك لا كيترخى اكزاكتومون كيترخى وباش هذيك ليكسبيريونس كدوز حسن. بيان سور كاين واحد الطريقه اللي هي حتى هي ان تو بيتي بو ايفون افون اكزاكتومون. انا بزاف الناس يسولوني عليها تيقول لك انا ما كرهتش نصوب فمي كامل ولكن يبنجوني كامل اكزاكتومون ويديروا لي بغاو الفك يلقى فمي مصايب. اش كاين هذه القضيه بعدا؟ الوغ غير باش نقول لك كاين واحد التقنيه اللي ولات كتستعمل دو بلوز ان بلوز واللي غنقولوا révolutionner la médecine dentaire ou il y a ce qu'on appelle la sédation consciente. Alors la sédation consciente شنو هي؟ هي واحد لو غاز اكزاكتومون التخدير بالوعي. هذا التخدير بالوعي هو شنو هو؟ واحد الغاز سميتو الميوبا اللي كيكون فيه 50% ديال الاكسجين و 50% ديال واحد لا موليكول اللي كنسميوها البروتوكسيد دازوت. هاد لا موليكول فاش كيجي عندنا الانسان اللي باغ اكزومبل هي نورمالمون كتستعمل خصوصا عند الاطفال اللي كيكون عندهم داك الارتعاب بزاف وعند لي باسون الكبار اللي كيكون عندهم هذاك التخوف الزائد. شنو هي الطريقه؟ الطريقه اللي بسيطه كتستعمل في لو كابيني دونتير ما كيحتاجش يمشي لو بلوك اوبيراتور لا شي حاجه، هو واحد التخدير يعني كيكون واحد لو غاز واحد لو ماسك كنحطو على النيف ديال لو باسيون، فهو كتكون واحد لا كوبيراسيون ديالو خاصو يتنفس فيه باش انه بحال تقولي هذاك لو غاز كيعطيه هو هذيك لا سانساسيون دو بيانيتر، هو كيغولاكسي لو باسيون كيريحو كيحيد ليه لا بيرسيبسيون ديال لا دولغ، يعني حتى الشعور بالالم كيكون ناقص. فمن بالنسبه للبنج اولا بالنسبه للعلاج العصب اللي كنعرفوه كيطلب بزاف ديال الحصص واللي كيمكن له يكون طويل، فكنقدروا نستعملوا هذه الطريقه اللي ولات الحمد لله كتستعمل با ما في الميليو اوسبيتاليه يعني ماشي غير في السبيطار ولات كتستعمل ايضا عند طبيب الاسنان. بيان سور خاص يكون طبيب الاسنان كاليفي انه يدير هذه التقنيه يعني سي اون فورماسيون اللي كياخذ وما تخيليش بانه عندها واحد لي ريزولطا سبيكتاكولير
رائع عند لو باسون اللي كتخليه يحيد الخوف. خلاصه القول الدكتوره مريم الشيخاوي واللي هي اخصائيه تقويم الاسنان وعلاج العصب، كاين الحل الحمد لله. ما بقاش عندنا العذر باش نقولوا لا انا ما مصوبش اسناني ولا مكرفصه على اسناني لانني تنخاف من عند الطبيب. تماما، ما بقاش التخوف ليه محل في هذه المعادله، لان كاين الحل الاول والحل الثاني والحل الثالث والرابع، وكل شيء الحلول مديوره باش تصوبوا سنانكم. توتافي، راك عارفه حنا فاش كنبغيو شي واحد كنضحكوا، كنستقبلوا شي واحد كنضحكوا، اي حاجه اسوسي بلو سوغيغ، يعني الحمد لله كاينين جميع الطرق والعلم تطور بزاف باش انه كل شيء يقدر يمشي عند طبيب الاسنان وتكون عنده واحد ليكسبيريونس اللي هي زوينه اللي يقدر يشاركها مع الناس. ولا لا غيان كفو فوا فو فو زاتي تاع باغتيغ شي دونتيست، لان تبارك الله عليك حتى انت الابتسامه مرافقه دائما، جولي سوغيغ، ربي يخليك وتطمئني المشاهدين. الله يطمنك، شكرا لك، ونتمنى ان الناس كلهم يكونوا استوعبوا الرساله ديال اليوم ويمشيوا يتسناو في السنينات ديال مواليداتهم. شكرا بزاف، شكرا لك دكتوره مريم الشيخاوي، اخصائيه في تقويم الاسنان وعلاج العصب هنا مدينه الدار البيضاء. غادي تبقاي معنا، بقى عندنا فقره واحده في صباحيه اليوم مع ليلى حديو والضيفه ديالها لالا ساره الزروالي. وانا فرحانه حيت لاله ساره جات عندنا اخيرا صباحيه دوزان. مرحبا بساره. ميرسي بوكو سميره. جيتي غزاله كالعاده ما شاء الله، تتفتني في كل مره، تتباني باطلاله جديده. ساره الزروالي تنهنئك على الزواج ديالك وعلى الولاده ديالك ما شاء الله، وعاذرينك على هذه الغبره. ميرسي بوكو، حيت عرفناك كنتي مدهيه مع الترابي. اكزاكتومون، داكشي اللي كاين فريمون. تبعني غير اون دي كوبين، خليك لي لي فريمون. وي سي فري، غبرت شويه مع الزواج مع الولاده ايتو هذا، ولكن ها انا رجعت بالجديد. مرحبا. إذن كيف غنيه انت عارف ساره الزروالي اللي هي في عالم الموضه هذه سنين وسنين، واليوم جابت لنا اون كوليكسيون ديال رمضان، ماشي ديال القفات الثقال، مي بلوتو دي جليلبات ودي بتي كافتان ديال رمضان. نخليكم المام مشاهدين صباحيه دوزان نشوفوا اول اقتراح ديال ساره الزروالي في هاد مع لورا. هنا سي ان بريت ا بورتي. هادشي جديد ساره، هادشي جديد. سي لا نوفيل كوليكسيون، دونك جات خصيصا صباحيه دوزام باش نديرو انطلاقه ديالها. دونك هادي سي اون كوليكسيون دو بريت ا بورتي. دابا كتشوفوا برا لي جون كيبغيو يلبسوا دي تروك ليجي اي تو، ولكن تكون شي حاجه اوريجينال. دونك هنا كما كتشوفوا المانكا لابسه اون تونيك مخدومه بالصفيفه بالعقيدات بالتنبات، ولو ديتاي كله كاين في الدار. لا تكس هذاك شي كلش مصوب باليد. اكزاكتومون، سي امبيرلاج. اكزاكتومون، سي امبيرلاج سي تاوس. اكزاكتومون، انا اون فيت من نهار درت لي كوليكسيون ديالي ديال رمضان كنبغي ندير كلكو شوز دوريجينال، يعني الواحد اللي يقدر يلبس شي حاجه بلديه ولكن بواحد الرسم ولا شي موتيف يكون خارج على العاده، وسورتو كنركز على الذهب، كنقول باش تكون شي حاجه مختلفه. C'est du prêt-à-porter. Hier, j'ai vraiment une collection hier FIFA, avec les cafetans chargés. Exactement. Tous les jours. Tous les jours. Alors, on a Leïla, j'ai pris une chose. Alors, on a le bataille, elle est assez moderne avec les petites manches avec de la mousse, avec du tulle. Exactement. Donc, derrière des manches poignées, là-bas, avec du tweed. Donc, c'est une jilaba traditionnelle, qui travaille d'une manière très moderne. On dit que la couleur pink, عطات لا كولور يعني بيبس، عطات لا كولور شي حاجه اوريجينال. دونك هادي الجلابه اللي الواحد يقدر يلبسها في رمضان يكون متميز، ولكن او ميم تو كتبقى الثقافه ديالنا المغربيه. وشويشيه ما عندي ما نسال، ما فرضتيش فيها. ما فرضتيش فيها. هنا غادي نشوفوا عاوتاني، هنا سي ان كاب مع ان سيرواج سي سا؟ اكزاكتومون. ان كاب فيست ان فيت. اكزاكتومون. فيها العقيدات. فيها الديتاي هادي دونك افيك اون توش ماروكان، فيها لو ديتاي دونك عندنا لو بونتالون سيرواج. انا كان يمكن لك تزيدها يمكن اون سانتور ان كوير. ولا شي اون سانتور بور ماركي اكثر لا تاي. ماركي لا تاي. وي بيتيتر، علاش لا، يعني ابخي كيبقى الذوق ديال لا بيغسون الا بغات دير اون سانتور ولا شي حاجه. دونك هذا حنايا عندنا سلهام، وهذا دونك انا درت اون فيست على شكل شلهام، دونك على كاب افيك لو كول، يعني داكشي الخدمه مودرن ولكن باللمسه تقليديه. يعني عندنا العقال كنلقاو لو بونطالون سيروال بلو ديتاي ديال لو بروكار اللي كاين في لا كاب اي تو، وهكا الواحد كيقدر يلبسو حتى في لو كوتيديا، ولا كيقدر يلبسها في اون سواغي كاريمون مودرن اور رمضان، ويقدر يلبسها ويكون متميز بالثقافه ديالنا. البن كوميرسيال. جيبو
تعرف تهضر على على خدمتها وحيت مقتنعه بها حيت خدمها افيك بوكو دامور يعني عطيتها الوقت عطيتها الشبيته. ساره الزروالي قريتي في العالم ديال الموضه سنين في يعني في هذا الشيء ديال لا مود وخديتي الدبلوم ديالك غير الاشاره باش الناس اللي ما عرفوش شكون هي ساره الزروالي. الاكاديمي عندها من ساسو لراسو تبارك الله. نشوفوا اللبسه ديالك ليلى. نشوفوا اللبسه ديالي حتى انايا غزاله قويه انت حمق ليلى تبارك الله كتلبس الحاجه لبسه لبسه ليلى شكرا تبارك الله عندها سون شارم ليلى كتزيد الجمال اللبسه. دونك هنايا كما كنشوفوا سي ان كافتون متخابيي بلو بيرلاج بتنبات ولكن دون مانيير تري رافيني وكتلقاو هذاك لو بتي ديتايل تحت ديال لو ساتان في ان توسو اون بلوتو ديال الفولور. دونك كتجي ان كافتون ابيي شيك العراده راك عارفين دابا ان شاء الله اكزاكتومون بلو بتي ديتاي ديال لو بلو كنقدروا انه نتعرضوا به سورتو ولا بوغ ريسيفوار دو موند كنقدروا نلبسوه ولكن ما غنتمحنوش كما كتشوفوا ليلى يعني كتمشى بهذا. انا تكملي على الطوق حيت بان لي اوريجينال حتى هو الطوق اكزاكتومون. دونك الطوق سي ان كول يعني ان كول طالع شي شويه كيجي مع لي جون اللي عندهم تبارك الله بحال ليلى هكا كروند دو تاي اي تو يعني كيجي بحال العنق ملبس وكيكون لو طرافاي كله في الصدر وفي الكمام يعني كتجي شي لبسه ابيي و او ميم طون الي براتيك يعني ماشي بحال لي تونوي اللي كيكونوا ثقال واحد كيتعذب فيهم. هاد لي بتي كافتون كنقدروا نلبسوهم دون مانيير فاسيل. دونك هادي سي دو لاحظت بان درتي دخلتي لا لي بلوم في هاد لا كوليكسيون ديالك اكزاكتومون اي سون تري توندونس و بور اون توش ديال زعما لمسه مختلفه. دونك كيجيو فريمون زوينين وهذا يعني كيبقى اكسسوار ولا واحد اللمسه مختلفه كنزيدوها على الخدمه ديالنا و جو بونس عطاو زوين بزاف وجاو مع العريضه صدرنا بتي كوتي مودرن دونك كلهم درتيهم حدو نقدو ما كاينش حدو لا اكزاكتومون سي سا باسكو هادو سي كافتون واقفين يعني الواحد كيقدر يلبسهم ماشي بحال التيشيطا ولا شي حاجه ساتخي هادو كيقدر الواحد يلبسهم سوا يتعرض بهم. ميرسي هذا بحال القفطان اللي انا لابسه هو من كولور فكرني شي شويه ساره بالبلوزه الجديده سي سا باسكو مي زوريجين انا من الشرق دونك سي نورمال جو مانسبير من الثقافه ديالنا. دونك درنا واحد اللبسه انسبيراسيون بلوزه ولكن دان ترافاي تري مودرن حتى هذا كنلقاو مخدوم في لي في ان تيسو اون فيلو كما كتشوفوا لي مونش ان بو بوفونت لو ترافاي لي دو تحت كلها اكزاكتومون حتى انا كيعجبني دو ميكسي لي ماتيير كيعجبني ندخل دو ماتيير تخوا ماتيير ولا شي حاجه يعني كتكون بوغ كيلكو شوز دو كرياتيفيتي يعني شي حاجه تكون مغايره وانه كيكون داك لو بتي ديتاي هو اللي كيدير الفرق. En tout cas, avec le perlage, c'est un très beau travail, sauf d'écran. Et les en fait, les rechimates, c'est les rechimates que je travaille sur croquis ou qu'on dirait. Après, quand je fais l'atelier, je travaille avec les autres. Et la dernière chose que j'ai fait, Sarah Zerouali, dans cette vidéo, c'est un gilet en cuir. Quand je vois un élément en cuir, c'est en bimatière. Donc, c'est un gilet en jean. ومصايبه بلو كوير يعني كنكون الجلابه ديالنا جلابه هارد روك ستايلش وحنا معروفين عندي بوتس اكزاكتومون سي سا دونك حنا معروفين بلو كوير دوكو دابا درت جلابه دخلت فيها لو كوير في لي مونش في القب اي تو وكتجي شي حاجه اوريجينال و اون ميم تو كتبقى جلابه مخدومه مزانيه. تبارك الله عليك ساره الزروالي شكرا لك اللي جيتينا جيتينا من الرباط حيت هي من الرباط دابا ساكنه في الرباط. دونك بالعكس انا ليا الشرف اني نكون معكم شكرا على الاستضافه اي فريمون صافي بليزير اننا نرجعوا نتشافوا متبادله. تنشكرك بزاف لان دوزنا وقيته جميله وزويونه واستفدنا بالجديد ديالك ساره الزروالي نتمنى لك مازال التوفيق. شكرا لك ليلى على الجوهرات اللي تجيبي لنا دائما اللي تنكتشفوا معك في خفطان صباحيه دوزان. مشاهدينا نتمنوا حتى نتوما تكونوا استمتعتوا معنا دوزتوا معنا وقيت زوين وقيت واحد اخر زوين تيتسناكم غدا مع فقرات افكار مواضيع تتهم حياتنا اليوميه الكل والمزيد دائما وابدا صباحيه دوزان الى اللقاء.